ورجعت لكم تاني يا ستات علشان نبتدي وقت النصيحة. النهاردة حلقتنا عن الكعب العالي، عشان كده كل النصايح هتكون عن الكعب العالي. لما بنجيب جزمة وتبقى الجزمة غالية وننزل بيها مشوارين تلاتة، بنلاقي الحتة البلاستيكية دي فجأة اتاكلت، مع اننا والله ما خرجنا بالجزمة كتير، بس هي فعلا علشان بتبقى ضعيفة فبتتاكل لو الشوارع يعني مش مظبوطة، فعلى طول بتبوظ. عاوز اقول لكم على حاجه، دي بتتباع لوحدها في اي محل بتاع تصليح جزم، دي ممكن تروحوا تشتروها وتركبوها، علشان لما الكعب بيبان او دي بتتاكل يعني بيبقى فيه صوت مسمار، فلما بنمشي المفروض الجزمه يبقى ده صوتها، لما تعمل بقى صوت اللي هي الحديده دي بيبقى عيب جدا ان احنا نبقى لابسين جزمه وصوتها كده، يعني دي حاجه مش كويسه. تاني حاجة، لما بنيجي نسوق عربيتنا ونبقى لابسين الكعب، الدواسة بتاعت العربية البلاستيك بتخلي الحتة دي تبوظ خالص عند الرجالة والستات على فكرة. فدلوقتي بتتباع برضو دواسات شعر كده بتبقى زي السجاجيد يعني، دي كويسة جدا فأنصحكم ان انتوا تشتروها. الحاجة المهمة، لو الجزمة باظت وللأسف خلاص يعني عرفنا ان هي ابتدت تتقشر، دي ملهاش غير حل واحد. عارفين الالوان الفرماستر او يعني ممكن تجيبوا الالوان المايه من اي مكتبه وتبتدوا ترسموا باللون اللي باظ، يعني انا جايبه لكم دي ممكن مثلا لو هنا الاخضر ابتدى يروح ممكن ابتدي ارسم لها بالاخضر عليها مش هيحصل لها اي حاجه، والناس بتشوفكم من بعيد يعني وانا ماشيه انتوا شايفين، الناس هتبقى شايفه الكعب من بعيد بس شايفه الرسمه موجوده، لما بتتقشر بتبان جدا، لكن لو رسمتوا عليها مش هيحصل لها اي حاجه خالص. أهم حاجة لما بنلبس جزمة جديدة كعبنا من ورا ورجلنا بتتجرح وبتتعور وبنتعب جدا نفسيا بعد ما بنروح البيت. طيب هنعمل ايه علشان هنا يبقى طري وما نبقاش بنتعور؟ دلوقتي في سيليكون بيتباع بيتلزق زي اللزق بتاع التعوير ده، بيبقى فيه السيليكون بتتحط، دي مخصصة للمنطقة دي، بتلزقيها على رجلك بتيجي تلبسي، مش لازم بقى يبقى فيه شراب خالص هنا. وفي شرابات على فكرة دلوقتي موجودة معمول ليها برضو السيليكون ده علشان المنطقة دي ما تعورلكيش رجلك، لأن يعني المنطقة دي لما بتتعور بعد كده بترجع تخف وتتعور تخف وتتعور بتسود، فتلاقي عندك في منطقة سودة كده أنت متضايقة منها نفسيا جدا. الحاجة المهمة جدا بقى برضو علشان نوسع الجزمة من قدام، هنعمل إيه؟ كيس مية نحطها فيها ونسيبها لتاني يوم الصبح. الجزمة فعلا هتبتدي من هنا مع الوقت توسع، كل ما نيجي خارجين بالجزمة هنعمل كده، هنحطها لحد ما توصل يعني الشكل اللي انتوا عاوزينه. الحاجة الأخيرة اللي عاوزة أقولها للستات، لو انت خايفة ان انت تقعي وماشية على أرضية مثلا سيراميك أو حاجة، هتجيبي المبرد ده هتقعدي تبردي الجزمه من تحت بيها فهتخشن، فوانت ماشيه مش هتبقى بتزحلق ابدا. هي دي النصايح اللي نصحتها لكم النهارده في نصيحتنا، واتمنى ان هي تعجبكم يا ستات، واشوفكم الحلقه الجايه. تصبحوا على الف خير، باي باي.